الكبيدة غضبت عاوتاني كيف القويعيدة، خزي الشيطان ويلاه نساريك في الجريدة، ونشي الحب باش كيليطا مسيكة وحتى فينيدة، متقصحش قلبك وتردي بحال الحديدة، اللي فات مات والخصام ما في حتى فائدة، يلا نتمشى ويلا عيتي نهزك يا الوريدة، وما تنسيش راكي خارجة الدوري مع القليدة، المهم أنا عارض عليك الواحد الزريدة، غندوز عندك نهار السبت بالحديدة، ويلا تصبحي على خير يا الكبيدة، وكان معاك حبك حميدة. السلام عليكم، نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. عرفتي تلقيت مع هاد القصيدة قلت والله حتى نسمعها لمستمعاتي الكريمات. هادي هي كاع البنات، عارفاكم غادي تعجبكم القصيدة وغادي تضحكوا والأغلبية فيكم غادي يبتسموا. المهم نتمنى ان شاء الله تعجبكم. واليوم معنا واحد القصه ديال واحد الاخت اللي صراحه كنشكرها من هذا المنبر، وكنشكر الاخوات الجدد كاملين حيت صراحه كيثقوا فيا وكيثقوا في المحتوى ديال قناتي. الله يخليكم عليا، عافاكم الله يجازيكم بخير، سمعوا ليها راه عندها واحد المشكل اللي بغات الحل. بقوا معايا حتى النهايه وما تبخلوش عليا بجيم وكومونتير حتى بارطاج، الله يرحم الوالدين وبقوا معايا كاملين. السلام عليكم اختي امينه، كنتمنى تكوني بخير وعلى خير. انا من المعجبات ديال القناه ديالك، كتعجبيني بزاف وكنستفد منها بزاف. انا من النوع اللي مولوع انني نسمع قصص ديال الناس ونحلل الشخصيات ديالهم ونحاول نفهم التصرفات ديالهم، داكشي علاش كنبغي القناه ديالك وكيعجبني السرد ديالك، وكتعجبيني انت كانسانه وكنثق فيك ثقه عمياء، عارفه بلي دوك القصص حقيقيه، ولذلك قررت اليوم انني نلتجئ لقناتك ونحكي لك حكايتي. اسم ديالي حفصة، في عمري 25 سنة، العمل ديالي فرملية، أنا من مدينة مكناس. أنا واحد الإنسانة اللي تربيت وسط عائلة اللي محافظة وماشي محافظة في نفس الوقت، يعني معلمينا على الأساس ديال التربية، ما خصناش نشفرو، ما خصناش نكذبو، ما خصناش نأديو شي واحد، مهم ربين تربية حسنة الحمد لله والشكر لله. ولكن في نفس الوقت والدينا ما كانوش مزيريننا أو لا حاكمينا بزاف، ومخليين لينا الحريه ديال اللباس، يعني تيقين فينا بلي مستحيل نخونو الثقه ديالهم فينا. مهم كنت انا وخويا الصغير، بالنسبه للطفوله ديالي كامله دوزتها كيتنمروا عليا الناس. فاش كنت كنقرا في ابتدائي كانوا الاطفال اللي كيقراو معايا كيتنمروا عليا حيت كنت كنبكي بزاف، وهاد البكا ناتج على بزاف ديال الامور، ناتج على الخوف ديالي، حيت فاش كنت صغيره ماما كانت كتضربنا بزاف وتربى فينا داك الخوف لاج صغير من السن ديال العامين. الام ديالي في داك السن هذاك بدات كتضربنا، المهم تربى فينا داك الخوف، وكنت كنخاف نجيب نقطه خايبه، كنخاف ان الاستاذه تقلق مني او التلاميذ اللي معايا تقلقوا مني، وكنبدا كنبكي على اي حاجه وعلى اي سبب من الاسباب. المهم هذا الخوف تسبب ليا في انني كنبقى نبكي والتلاميذ كيتنمروا عليا، بسبب هذا الشيء كانوا مسمين عليا عيشه دنيا، وحتى والدي والاهل ديالي ما كانوش واقفين معايا في هذا الشيء، حتى هما غير كلمه جوج كيقولوا لي ايوا عندك تبكي ها هي غادي تبكي، يعني داك الخوف كيزيدوا يعزوه هما عوض ما انهم ينقصوه كيزيدوه عليا. مع العلم انني كنت طفله مربيه وظريفه وكنقرا مزيان، يعني الحلم ديال كل اسره مغربيه بكل تواضع، يعني انا ما كنديرش شي حاجه اللي غنسمع عليها شي هضره، لدرجه واحد الاستاذه عمرني ننساها الابتدائي كنت خدمت واحد التمرين وحتى واحد ما خدمو في ديك القسم من غيري انا وواحد البنت، فاش صحات لينا ديك البنت جابت 8 صحيحين وانا جبت خطا، ديك الاستاذه قالت لينا الوحيده اللي جاوبت عليها التمرين هي فلانة اللي هي البنت الاخرى، قلت لها لا استاذه راه حتى انا جاوبت عليه، هي كتقصد اللي جاوب صحيح، انا فهمت غلط كون كيحسب لي قصدت باللي هي اللي خدمت التمرين، هي تقول لي يلا جيبي دفترك و الا لقيتك ما خدمتيش صحيح غادي نوريك، ديت ليها الدفتر عاد فهمت اشنو قصدات، وهي تلقات التمرين غلط وبقات كتصرفق وتنتفيا قدام كلشي وكتغوت عليا بالفاظ اللي خايبين. المهم داكشي دا زاد عزز عندي داك عدم الثقه في النفس، وهذا المشكل ديال البكا طلع معايا في حياتي كامله وكبرت به، وبالاخص ملي كنت مراهقه في الكوليج ولا في الليسي كنت كنبكي بزاف في الكوليج، ولا كنا غير لاعبين الباسكت ولاحوا عليا شي كره كنلقى الدموع كينزلوا به السيريا، ماشي كنحس بالحزن ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم. المهم كنلقى راسي كنبكي به السيريا وكنكذب على الناس وكنعطيهم شي حجج اللي لا علاقه، كنقول لهم مثلا عندي المشاكل مع الدار داكشي علاش كنبكي،
او لا بابا راه ضرب ماما ولا جاتني العاده الشهريه. المهم كنلقى شي حجج اللي ماشي حقيقيين باش الناس ما يقولوش هادي مالها غير كتبكي. المهم داز هادشي عشت ديك المراهقه باش ما طال الله. من ناحيه انني ندير شي علاقه مع شي دري صراحه ما نقدرش نقول لكم شي علاقه، كانت غير داك التعارف ديال المراهقه وصافي. كنت انا كنبغي حتى انا كنت كنحس براسي بلي انثى وعطيني ربي حقي في الزين، ماشي شي وحده اللي خايبه، بالعكس كنت زوينه واللي شافني كنت كنعجبو على حسب ما كانوا كيقولوا ليا هما، ماشي انا اللي كنشكر لكم راسي. كنقول لكم غير اللي كاين باش تفهموا الحاله ديالي وتفهموا ان التنمر اللي كنت كنتعرض ليه ماشي بسبب الشكل ديالي، ولكن المشكل هو البكا، البكا اللي كان عندي يعني بشكل يومي. واحد المره حاولت نتغلب على هذا المشكل ونتحكم فيه شويه، كنت كنحاول ان الناس ما يعرفوش بلي عندي هذا المشكل هذا، لذلك كنت كنحاول نتفادى اي مشكل يقدر يسبب لي داك البكا. يعني كندير الخاطر للبنات باش ما يتغوتوش معايا وباش ما نبكيش، الاساتذه ديالي كذلك. المهم في اي بلاصه مشيت ليها كنتفادى المشاكل باش ما نبكيش ويمشيو يعيقوا بيا بلي عندي داك المشكل. المهم دازت الايام، من بعد الباك الحمد لله التزمت ودرت الخمار ديالي بوحدي، وخا العائله ديالي كانوا ضد الخمار ولكن واخا هكذاك حاولت نقنعهم به. ايوا دازت عليا ما نكذبش عليكم. المهم قريت 5 ديال السنوات مورا الباك، يعني عندي الماستر الحمد لله بعدا خديته. فهاد 5 سنين نقول لكم شنو وقع، حيت داكشي اللي وقع ليا في ديك الفتره هو اللي خلاني نوصل داكشي اللي وصلت ليه دابا. فهاد 5 سنين كنت خاطيني من الدراري، خاطيني من التعارف، كنقول انا خاصني نقرا باش نوصل، باش نحقق ذاتي، باش نفرح والديا. يعني كنت كندير مجهودي كامل، وملي كنت كنجيب نقطه خايبه كنبقى نبكي ولوم راسي وكنقول علاش دابا ماما صيفطاتني هي وبابا باش نقرا في بلاصه بعيده، حيت انا خويت مكناس نهار خديت الباك كنت قريت بزاف ديال المدن حتى تحصلت على الماستر. المهم كنت كنلوم راسي ديما وكنقول خاصني نكون ناجحه ومزيانه وما نجيبش نقطه خايبه ونفرح والديا. المهم من بعد 3 ديال السنوات من بعد الباك قررت اني نتعرف على راسي، شكون انا، علاش كنبكي، يعني نحاول نربط الاحداث باش نلقى تفسير لهذا المشكل اللي كنعاني منه ديال البكا. المهم شنو وليت كندير، انا اصلا ملي كنت صغيره وانا بليا باي اختبار بحال دوك الاختبارات اللي في الانترنيت ديال تحليل الشخصيه ديال المهنه اللي تجي معايا الى اخره. المهم كنت كندير دوك الاختبارات حتى لواحد النهار درت اختبار تحليل الشخصيه وسبحان الله لاول مره لقيت تفسير بزاف ديال الحوايج. داك الاختبار خلاني نفهم انني مني 1% في العالم، يعني شخصيتي والمشكل ديالي 1% ما معروفش بزاف. الناس كانوا كيتنمروا عليا حيت ملي كبرت انفجرت وما بقيتش كنسمح حتى لواحد يردني جفف تحت رجليه، وما بقيتش نسمح حتى لواحد يحط كرامتي للارض. واللي كيميز الشخصيه ديالي انني سبحان الله واخا ما كندير حتى شي مجهود في هذا الشيء، لكن الناس هما الاشرار ما كيكونوش يعني كنت عارفه كل واحد اشنو كيسوى. المهم اللي تعرفت على راسي وعرفت راسي كيفاش دايره وشنو كنسوى طمأنيت. من بعد هذا الشيء انا فاش درت الخمار صافي بقيت كنهضر حتى مع واحد، وكاع الدراري سيبريميتهم من عندي. واحد الولد كان كيقرا معايا في السيزياماني، كان انسان مربي وخالق والله يعمرها سلعه، زعما انسان ولد دارهم. المهم كيبقى يصيفط ليا مره مره بحال مثلا في المناسبات يبارك ليا يقول ليا عيد مبارك سعيد، وماشي غير معايا زعما مع كاع البنات اللي قراو معاه في السيزيام. هذاك الولد كان واحد المره صيفط لي عيد ميلاد سعيد، تما بدينا كنهضر صافي. انا عطيته فرصه بدينا كنهضروا شويه بشويه لمده 5 شهور وما عمره عبر لي على الاعجاب ديالو مباشره ولا عطاني راس الخيط ديال ديك العلاقه. كان سولني وقال لي واش ما عمر شي واحد خطبك، قلت ليه كانوا خطبوني بزاف، مع انا فاش كندرت الخمار زاد الطلب بزاف. وكيف ما قلت لكم عندي حقي من الزين ومتدينه وكنقرا مزيان متخلقه وخاطيني من الخروج ديال الطريق مرضيه الوالدين، وماما هي صاحبتي يعني حلم كل واحد. لذلك فين ما كنت كنمشي لشي بلاصه مثلا ندوز شي ستاج كانوا كيخطبوني من ستاج، ولكن انا ما كانتش عندي الفكره ديال الزواج خصوصا بهذه الطريقه هذه. كنت كنقول مع بالي انا الشخص اللي غادي يتزوج بيا خاصو يبغيني كشخص ماشي كمظهر، يعرفني داخليا كيفاش دايره ويميزني على الاخرين، لانه عطى الله البنات الزوينات والمتدينات والظريفات. بغيتو يشوفني كحفصه وحده في العالم كيف ما كاينه امينه وحده في العالم متميزه، حيت كاينين بعض الاشخاص كيحسب لهم باللي الحب راه هو داك الشيء اللي كنامنوا به حنا. مثلا شي بنت بالنسبه لي انا كنشوفها انسانه طيبه من الدنيا و الى اخره،
وما عارفاش ان المعدن ديالها والدخل ديالها. مثلا الا دارت ليا شي تصرف خايب ما غاديش نحاول نفهم داك التصرف اللي دارت بحال عيني مغمضين، ونقول هذاك هو الحب عند بعض الناس. يعني مثلا كتلقاو شي بنت كتبغي شي دري وكيقول ليها حتى هو كنبغيك ويحس ليها في الهضره، وكتلقاو كيدير شي تصرفات خايبين هي بقوه داك الحب اللي كتحب داك الشخص، ما كتبغيش تيق انه ممكن تصدر منه داك التصرفات الخايبين، وكتخلق ليه بزاف ديال الاعذار وعينيها معميين، وكيبان ليها داك الشخص مالك، حتى كتعايش معاه في داك الواقع ديالو، عاد كتعرف راسها باللي كانت غلطه، هذاك ماشي حب، وبلي داك الاحساس غادي يموت واحد النهار. داكشي مناش كنت انا خايفه، خفت شي شخص يختارني على الشكل ديالي وغير يتعرف عليا من بعد الزواج غيقول لي هذه ماشي كيف ما كنت كنتوقع، مع العلم انني عادي ظريفه غير شخصيتي صعيبه شويه، والتعامل باش كنتعامل مع بنادم يعني صعيب، يعني عندي القدره انني نتعاطف مع الناس ونفهم الناس، ولكن صعيب باش الواحد يفهمني. المهم داك الولد اللي تعرفت عليه بقينا 5 شهور وانا معاه، انا من النوع اللي ما نبغيش نكون غاديه في شي طريق وما عارفاش فين غادي توصلني، مع العلم انه شخص اللي عمرها دار كان مهندس ومن المدينه ديالي. المهم هاد الولد واحد الوقت كنت قلت ليه دابا النهايه ديال علاقتنا انا وياك فين غادي تكون، قال لي في طبيعه الحال الزواج، صافي فرحت. وعنده ديجا خوتو كبر منه ما مزوجينش، قلت ليه دابا انت خوتك ما مزوجينش، الا قلت ليهم تزوج بيا واش غادي يبغي؟ هو يقول لي بطبيعه الحال لا. قلت ليه ايوا ملي ما غاديش يبغي شنو غادي دير انت؟ السيد غبر واحد السيمانه ورجع قال لي حكا وانت انسانه طيبه وقلبك مزيان، ونسيت واحد الحاجه ما قلتهاش ليكم، السيد كان كيغبر عليا 3 ايام 4 ايام حقا مشغول حقا هادي، كنلقى اكتيف مثلا كينشر في ستاتي ولا وما كيجاوبنيش انايا، حتى انا كنت كندير معاه نفس المشكل، جاوبني 3 ايام جاوبو على 3 ايام، جاوبني على شهر جاوبو على شهر، بحال بحال حيت كرامتي فوق كلشي. المهم انا كان عزيز عليا نحل الشخصيات ديال الناس، والناس ما كنشوفهمش كاشخاص كنشوفهم كشخصيات. المهم حتى هو كانت شخصيته شويه صعيبه، يعني قليل اللي يفهمو بحال شخصيتي انايا، كان قال لي مرتبط حتى بشي وحده حتى وحده ما كتفهمني، وكاع اللي تلقى بهم ما كيفهموش، اولا بعد على النمط ديالو بحال مثلا شي وحده خارجه الطريق ولا لا علاقه بالمبادئ، ولا مثلا كيكونوا ظريفات ولكن ما كيلقاولوش الاعذار، مثلا الا غبر، ولكن اللي غبر ديك السيمانه فاش قلت ليه كيفاش خوتك ملي ما غاديش يوافقوا على زواجنا علاش ضيعتي ليا 5 شهور، السيد رجع من بعد سيمانه قال لي ما نستاهلكش انت انسانه ظريفه وكلشي وكذا وهادي، ولكن انا قلبي قاسح، الام ديالي مريضه ما كنبكيش عليها وما حس حتى بشي حاجه من جهتها، لذلك انت راك غادي يدوز عليك العذاب الى ارتبطت بك. وحاجه اخرى حتى هي خلاتني نسولو هذا السؤال، لانه ما عجبنيش الحال ان جدي مات الله يرحمه، ديك جدي كان عزيز عليا بزاف، تصورو حدو فاش قال لي البركه في راسك وهو يغبر ما بقاش رجع سول فيا، كنت محتاجه شي واحد يواسيني ويملى لي داك الفراغ اللي خلاه جدي في قلبي، ولكن ما دار حتى شي حاجه، زاد خلاني واخا ما كانتش بيناتنا شي علاقه اللي واضحه، يعني ما كاينش ديك الهضره الرومانسيه، كانوا بيناتنا اسئله واجوبه بحال اصدقاء وصافي، اما داكشي ديال الحبيبه وتوحشتك داكشي ما كانش بيناتنا نهائيا، بقى فيا الحال على الوقت اللي ضيعته معاه، اما كشخص كاع ما بقى فيا، يعني مشى راجل يجي 10، هادشي باش كنامن انايا، يعني رزقي مكتبو ليا الله، ما ياخذو ليا حتى شي واحد وغادي يوصلني في الوقت المناسب. المهم داز الوقت، واحد المره دخلت واحد الجروب كيهضروا فيه غير على علم النفس وتحليل الشخصيات، هذاك الجروب فيه غير الكور، قليل فين تلقاي شي عربي تما، ولكن كنكتب مره مره باش كنحس ولا كنتناقش في شي موضوع. كان النظره ديالنا للحياه، كنت كنحس براسي مرتاحه وسط الناس كيفهموني، واحد النهار وانا كنكتب وكنعاود ليهم على داك الولد اش وقع بيني وبينه واشنو دار ليا وداكشي اللي عاودت لكم. واحد ما في كومونتير كتب ليا ربي معاك وراه ما كتبش وربي راه كان غادي يوريك واحد العلامات كنتي كتجاهليهم، وفي الاول كان عليك يعني ما تجاهليش، صافي فهمني انه او فهمني انه شخص غير مناسب. هاد الولد كيهضر بكل كلمه قال الله سبحانه وتعالى، يعني انسان متدين، وانا ندخل نبحث في البروفيل لقيته مغربي، فرحت بزاف ملي لقيته مغربي وساكن في المغرب في اكادير. هاد الولد هذا داز الشهر ما كتب لي لا ميساج لا والو، يعني حدنا حد لي كومونتير، كنت كنقول شي نهار يصيفط ليا ساعه والو، كنقول تبارك الله واش كاين الولاد بحال هذا،
حيت لي كنعرف الولاد على سبه، كتكتبي كومونتير بسيط كتلقايه سلام صافا كي دايره بغيت نتعرف عليه، ولكن هذا الولد عطاني نصائح بزاف شاشه ديال الكومونتيرات كانوا بيني وبينه، مسكين ما صيفط لي لا انفيتاسيون ما قال لي حتى شي حاجه، الله يعمر هدر. المهم واحد النهار كتب هو في داك الجروب كيفاش كتشوف راسك من دابا 10 ديال السنوات، شنو الاحلام ديالك زعما. كتبت ليه باغا نكون ام لزوج ديال الاطفال يكونوا اذكياء وظريفين ومحترمين، وباغا نكون واصله شي مرتبه مزيانه ماشي بالضروره شي مرتبه عليا، وانما درجه متوسطه باش نقدر نلبي الحاجات ديال ولادي ونقوم بمسؤولياتي. جا هو قال لي تبارك الله عليك حتى انا عندي نفس الفكره، ولكن سيري دخلي للماسنجر وغادي تلقيني مصيفط لك ميساج. دخلت لقيت الميساج، تعرفنا في ظرف 3 ايام، بح لي بالاسرار ديالو كاملين، بحت لي حتى انا باسراري. في ظرف سيمانه تعرف لي، جاني مباشره ما قال ليش سلام بغيت نتعرف عليك. في الاول الهضره جات بوحدها بحال كنعرفوا بعضياتنا من شحال هادي، حتى لقيت راسي عاودت له عاود ليا، اعترف ليا بالاعجاب ديالو وقال لي باغي يتعرف على والدي وتقدم الخطوبه ديالي. قلت له لا انت دابا مازال ما واجد، حيت هو كان خدام ومستقر في واحد الدومين في الاول ولكن قرر انه يغيره ويمشي لدومين اخر اللي كان الحلم ديالو اللي هو المحاماه. انا قلت نصبر عليه على ما كمل قرايته ودبر على شي خدمه عاد ديك الساعه نقولها لبابا، ولكن كنهضر مع ماما ديك الليله نيت وماما ارتاحت له. سبحان الله ما كانتش مرتاحه لهذاك الاول اللي بنفس مدينتي، ولكن هذا الشخص هذا ارتاحت له. المهم سميتو ايمن، قالت لي يا ماما سبحان الله والله العظيم الا ارتحيت له وعجبني. صافي درت صلاه الاستخاره بطبيعه الحال، اصلا قبل ما نتعرف عليه سبحان الله فاش تفرقت مع الاول بقيت كنصلي وكندعي وكنقول يا ربي، كنت كنامن انه هذا هو الشخص المناسب، ولكن ما صدقش. يا ربي جيب لي الشخص اللي يفهمني، يا ربي راك خلقتيني مختلفه على الناس، كيفاش غادي ندير نتلاقى مع شي شخص اللي يفهمني؟ انا داكشي اللي بغيت غير اللي يفهمني، ما بغيت لا ماديه ولا والو. سبحان الله في ظرف 3 شهور كتبت داك البوست باش جاوبني ايمن. سبحان الله القدره الالهيه. نقدر نقول لكم على صلاه الاستخاره شي 3 ايام وانا كنديرها، كنت كنشوف غير الخير والاحسان منه. المهم داز 6 شهور على العلاقه ديالنا، مشينا تلاقينا هو الاسره ديالو الصغيره كنا تلاقينا بهم، وكان معايا خويا مشينا تلاقيناهم، داز داك اللقاء زوين. ارتحيت بزاف لذاك الشخص محترم كيبغيني كيخاف عليا عائلته والدي كلشي مزيان الله يعمر هدر. المهم ارتحيت لهاد الناس دوزنا واحد المده. حاجه اخرى دوزت شي عامين ونص بايطاليا، لانه داك الخدمه اللي خدمت ما كنعتبرهمش خدمه. مشكلتي كنت كنقرا وما عارفاش راسي فين باغا نوصل، كنت كنقرا وصافي كنقرا وكنقرا وكنقرا فين ما بغيت نوصل، يعني ما عنديش واحد الهدف نوصل له. بحال مثلا خاصني نقرا باش نولي طبيبه ولا مهندسه، كنت كنقول غادي نقرا باش ننجح، صافي نجحت خديت الماستر ما عرفتش شنو غادي ندير به، ولكن الحمد لله حتى قدر الله وتزوجت بهذا الشخص اللي تعرفت عليه عاد قدرت نخدم. المهم كنت كنديباني راسي بشي خدامي، كنا كنتلاقاو انا وياه مره تلاقى مع ماما ارتحت لي تفاهمت معاه، وكان كيعيط ليها مره مره في الاعياد والمناسبات ديما معيط ليها. المهم هو انسان ظريف ومزيان، خويا كان عارف بابا اللي ما كانش عارف. دازت واحد العام على العلاقه قالتها ليه ماما، صافي حتى هو ارتاح حيت كيثيق ثقه عمياء في القرارات ديالي، شجعني حتى هو. المهم ايمن بقيت كنتسنى فيه، بدا واحد السطاج جات كورونا، يعني عانينا بزاف وكتأبت انا في هذه المده اللي بقينا بحال هكذا. ويمشي عامين وحنا على علاقه، وما نقولش لكم باللي كانت علاقه 100% بريئه، وانما كانت بيناتنا بعد التجاوزات في الهضره. الشيطان راه كيحضر، كنستغفر الله على هذه الاخطاء، ولكن فاش كنا كنتلاقاو كان الاحترام، الا تسنى نسلم عليه باليد كان كيحترمني وكيبغيني. وفي ديك الفتره كان كيجوني الناس كيخطبوني ولكن انا كنرفضهم، ما بعرف بلي انا في تواصل مع ايمن. مع ذلك مسكين مره مره كان كيجيب لي شي واحد كيقول لي ربما بدل الراي ديالي، كنقول لي انا يا نتزوج بايمن يا ما غاديش نتزوج كاع، وما تعولش ندير نتزوج بغيره، ايمن هو كل شيء في حياتي. سبحان الله ما كناش ناويين في رمضان ديال العام اللي داز، ما كناش ناويين هذا العام غادي نكونوا مزوجين. كنت كندعي في رمضان بزاف وكنقول يا ربي يا ربي، وكندير حتى قيام الليل وكنكتب الدعاء، وكنت كنقول يا ربي بالقدره ديالك العظيمه دير ليا شي تاويل ديال الخير وخلينا نتلاقاو في الحلال. واللي كنديروها الصراحه ما كتصدقش، لا انا لا هو، ولكن حنا كنامنوا بالقدره ديالك يا ربي، لقينا بالحلال. ما بقيناش بقاو في هذا، ما بقيتش باغا نبقى في هذه العلاقه حيت كتبقى محرمه، حيت هضروا والديا معاه غير في التليفون. كي الحمد لله ربي استجاب للدعوه ديالي بدون تعطيل. سبحان الله كلشي داز بالزربه وفرحت بزاف، تجمعت معاه
وغادي نكمل معاه ايام حياتي، ولكن هذا الشخص اللي بغيت، بغيت نقول لكم هذا الشخص ما تبدلش، كيف ما تلاقيت معاه كيف ما باقي ظريف طيب انسان. شنو غادي نقول لكم؟ كيف ما كنت كنعرفو قبل الزواج كيف مورا الزواج كيبغيني كيفرحني باش ما قدر الله. وكسبحان الله قال لي انت خير عليا، من بعد ما تزوجت انا وياه عاد فتح لينا الله وخدم الحمد لله. واخا دابا مازال انا عاد كندوز في السطاجات، يعني باقا ما تحصنتش 100%، ولكن ان شاء الله هذا الشيء مضمون والضمن هو الله سبحانه وتعالى. المهم قبل هذا الولد ما كانش عندي شي علاقات، يعني فيها لقاءات او لا نهائيا، انا انسانه بنظرهم متدينه خيرتني من اي حاجه. هنا ليله الدخله ديالنا، مهم في الاول جيت للدار ديال عائلته قلت لي انا نحشم نديرو في دار عائلتك، خاصنا حتى نكونوا في دارنا انا وياك، حيت تسكني في واحد الدار بوحدنا، دار كراها دويره على قد الحال صغيره. شينا الاساسيات تعاوننا من هنا ومن هنا، حتى شينا الاساسيات فلوس ديال الصدق ديالي عاونته، يعني قلت داكشي اللي غادي نعاونو به غادي نديرو في داري ماشي غادي نلوحو. المهم يستاهل، هو راجل بمعنى الكلمه، هو كلشي وكان كيفهمني في اي حاجه، اي حاجه كنفكر فيها كيلقى ليها تفسير. ما حنا بزوج بينا عندنا معايل من النفس، وكيقول ليها التصرف اللي كديريها شنو السبب ديالو، انا كذلك الا درت شي تصرف كنقول له غير حيت هادي وهادي وهادي، يعني الا سمعتونا كنهضروا تقول له راه حنا كنهضروا بشي لغه ديال الهنود. المهم علاقه غريبه جدا، كنظن حتى واحد في المغرب مرتبط بهذه الطريقه، لكن الحمد لله باش كتلقاي الانسان مناسب اللي كيفهمكم الدين واسس الحياه عندكم بحال بحال، راه كتكون العلاقه ناجحه 100%، والكماليات الاخرى كتجي مع الوقت. انا كنامن ان ربي كيف ما فتح عليا وخدمت ولقيت الشخص المناسب غيفتح علينا حتى في زواجنا ان شاء الله، ونولدوا وليداتنا ونديروا دويرتنا وكل شيء. مع العلم انه حاليا ما مستقرش 100% في الخدمه، يعني على المحك، لكن الحمد لله ما مخصوصين حتى مشي خير، وإلا لقينا مثلا شي صعوبات ماديه كيعاوننا عائلته من ناحيه الندابزه والخصام، ما بيناتناش هادشي نهائيا. كيكون داك سوء تفاهم بسيط كنحلو في البلاصه، ديك البركه ديال علم النفس اللي كنعرفو انا وياه كنتسامحو صافي كنساو الموضوع 100%. المهم دازت ايام وجات ايام، نرجعو للموضوع ديالنا اللي هو سبب انني غادي نحكي لكم. مهم ديك الليله ديال الدخله اجلتها لواحد الليله، اجينا لدارنا اول ليله مسكين لقيتو مقاد ليد الدار في الدخله بالشمع والورد وجهازي اللي ما قدرتش يجيبو ليه من مكناس، مسكين كامل حطو فوق الناموسيه الورد الشمع. المهم داكشي رومانسي عجبني داكشي بزاف، فرحت وعنقتو، يعني حسيت براسي انني متميزه وانه اخيرا ربي سهل عليا وغادي نعيش حتى انا بحالي بحال الناس، حياه رومانسيه جميله. المهم ديك الليله قلنا غادي تكون ليله الدخله، ما شفنا حد ما صدعنا حد، الحمد لله ما كانت لا عائلتي معايا لا اللي برصني. اولا عائلته كلهم واعيين، ها الاساتذه الاطباء، وبعيد على يعني بعيد على القرايه ديالهم كلهم ناس واعيين، حيت الوعي ماشي هو القرايه، هما ناس حدوديين بزاف وما كيدخلوش بزاف ديال الشبهات ديال الواحد. حتى جيتيهم تلقايهم، ما حتى جيتيهمش ما غاديش يبرصدكم يبرصدوا، ولحد الان غير والدي يعني الاسره ديال الصغيره اللي جات عندي. المهم علينا، ديك الليله حاولت نوجد الاجواء نساعد انا نقبل، كنت قلت لبالي ليله الدخله كدوز زوينه ما كيكونش شي مشاكل وكل شيء عادي كل شيء ايجابي، كنت كنقول بلي داك الشيء غادي يدوز سهل خصوصا الا كنتي مع الشخص اللي كتبغيه، يعني كل شيء غادي يدوز سهل معاه. المهم هي نفسي كذلك مع هو كان عيان ومعاه كان يوجد كل داك الشيء. المهم صافي فاش بغات تبدا المعاشره هو ما قدرش، كان عيان وسبحان الله العيا كيأثر ما قدرتش تدخل بيا. داك الليله قلنا ندوزو داك الليله هذيك بلا والو، لغديه كان هو عادي لا مخلوع لا مرتبك، وبالنسبه ليا ما كنتش مرتبكه نهائيا، نفسيتي مرتاحه حيت داك الشخص كان بغي حياتي ما عجباني حتى حاجه ما خلعني من داك الموضوع. المهم حاول يدخل بيا كنحس بحال عندي حيت تما، كنقول كيفاش والمشكل اللي عندي والخطا الفادح اللي درته، كنصح البنات كاملين ما يديروش انني ما مشيتش عند الطبيبه قبل من الدخله. معكم كنت قريت على انواع البكاره ولكن ما كنتش عارفه اين نوع اللي عندي. المهم كنت استعملت المرايه باش نشوف واش كيت فواحد النوع هو اللي يكون عندي. هذاك النوع اصلا ما كيكونش الدم كينزل منه بزاف، كل صافي داكشي غادي يدوز خفيف ظريف وغادوز الحياه السعيده. المهم هي كيحاول والو بحال حيط عندي تما، حاولنا يوميا حتى ولينا كنتفاداو الامر كاع، كنبقاو شي خمس ايام ونعاودو نرجعو والو، كنحس براسي عندي الحيط تما.
كنت كنسمع النساء كيخونوا رجلاتهم، قلت صافي بلي داك الاحساس غادي يكون زوين وبزاف باينه غنعيش مع حياه زوينه، ولكن والو. المهم قبل ما يكمل داك الشهر مشيت عند واحد الطبيبه، بقيت كنبكي عليها، قلت لي انا ما عندي لا حنين لا رحيم هنايا وليدي، وبعد ما نقدرش نعاود ليهم هذا الشيء هذا، وانا قصدكم مقصود هو الله، شوفي شنو عندي، انا ما عرفتش مالي يا حشاكم. دخلت معايا واحد الحديده رقيقه، قالت لي ها انت تقريبا شي 70% ديال البكره مشات، قلت لها ولكن ما كاين لا دم لا والو، قالت لي ماشي بالضروره يكون الدم. المهم خرجت لي واحد الدواء كيرخي، ايوا داك الدواء شربته مره واحده وقطعته، لانه خلاني الناس ديالها كامله ما فقت حتى الغد لي مع 12، ملي فقت حسيت براسي مازال فيا النعاس، صافي قطعته. الطبيبه كانت قالت لي رجعي عندي من بعد 3 ايام، ايما رجعنا حاولنا نجربو سبحان الله، حسيت داك الشيء تربق، كان شويه ديال العلاج، فرحت بزاف، اعتبرته انجاز عظيم، بديت كنحمد الله وكنشكرو. كنت كنقول عندي مشكل في البكره قاصحه، صدق المشكل ماشي فيها كاع. ايوا بديت كنتفرج في واحد الفيديو، عاد عرفت المشكل اللي عندي، انني كنت كنعاني من تشنج مهبالي، وهذا المشكل متاكده ان بزاف ديال الناس كيعانيو منه بصمت، والاطباء ما غاديش يحلوه، هذا المشكل ما غاديش يحلوه الاغلبيه ديال الاطباء ديالنا في المغرب، ما كاينش اختصاص في هذا المجال هذا بالذات. حتى الطبيبات الاختصاصيه النساء يقدروا يشخصوا لك شي مشكل اللي باين، اما هذا المشكل اللي عندي انا ديال التشنج المهبالي ما كيكونوش قارين عليه ولا ما نعرفت. المهم الطبيبه ديالي قرات في فرنسا وما خلات فين قرات، حتى قلبت على المشكل، حتى قلبت على المشكل بوحدي، عاد مشيت عندها والصراحه نفعتني في الاول، واخا ما قدرتش تشخص ليا المرض اللي عندي، واخا انا هذا الشيء غير تخميم، حيت راجلي ملي كيبغي يمارس معايا كيقول لي راكي مزيره بزاف وما كتعاونينيش تدخل بيك. المهم حاولنا بزاف، فين ما نبغيو نديرو شي حاجه نبدا نبكي. المهم قريت في واحد الجروب اللي خاصني نشري واحد المزلق غادي يعاونني، شريته الحمد لله، تم العلاج اكثر من الاول، المهم نقولوا النص، ولكن بالم وكنحاول نعد على شي حاجه ونصبر على داك الالم. المهم ما عرفتش، وليت نقول واش ضروري خاصي كل الالم دابا في شهر 8 باش تزوجنا، عمرني ما حسيت بحياه زوجيه طبيعيه بحال الناس، اولا داك الاحساس اللي كيحسوا به العيالات، ما عرفتش شنو هو المشكل، والله ما نعرفت. كيقول لك قدر تكوني مخلوعه ولا خايفه، يعني ما عنديش شي حاجه في اللاوعي ديال انه تعرضت مثلا للاغتصاب، انا ما وقع ليا والو وما كاين حتى شي حاجه اللي تثبت لي في هذا المشكل. المهم لحد الان كنعاني من المشكل، هو متفهم، كنحاول نتفادى معاه العلاقه قليل فين كنجربو وكنشرب مني الحم. سولت البنات قالوا لي ممكن تحملي الا ما استعملتيش مني الحم، واخا يكون قذف خارجي وكنستعمل مني الحم وكنحس براسي كنستعملو على الخوى الخاوي، لانني كنحس ما عايشاش بحالي بحال العيالات، باش تكمل راحتي. ربي رزقني بالرجل المناسب والشخص اللي يفهمني الحمد لله، ولكن حرمني من هذا الامر. انا في الحقيقه كنتخوف بزاف من الالم، عندي تخوف من الولاده، الناس كيبقاو يقولوا لي راكي 25 صافي تولدي باش تربي وليداتك، ولكن انا ما كرهتش نكون ام، ولكن الصراحه ما عنديش داك الحب الكبير للوليدات، فاش كنشوفهم في لا فيديو اولا من بعيد كيجيب لي راسي بلي راهم زوينين، ولكن داك الاحساس ديال الامومه او اني نلعب معاهم انا ما كنلعبش مع الاطفال، وفي نفس الوقت كنخاف من العقم، كنقول ربنا هذا الخوف هذا من الولادات الطبيعيه والقيصريه هو اللي مسبب لي هذا البلوكاج ومصني لهاد المواصله هذه. شنو غادي نقول لكم، انا ما كنقدرش نوصل حتى لنص العلاقه، صافي ما كيكونش علاج كامل. مهم سمحوا لي الا تكلمت في هاد الامور، ولكن حيت مضطره وكنقلب على المساعده، حيت انا شفت في لي جروب والبنات اللي خدامين معايا ومزوجين كلهم كيعانيو تقريبا من نفس المشكل، حدا تزوجات قبل مني بعامين ويلاه دارت الدخله ديالها هذه 4 شهور ومازال عندها الالم وكيسيل ليها الدم، وعاد اكثر مني انايا، راهم النساء كيعانيو من هذا المشكل، وربما عمر هذا الموضوع ما تطرح في القناه، ربما ممكن البنات كيخافوا يهضروا عليه. المهم انا هضرت في بلاصتهم وكنتمنى تكون نصائح باش كاع نستافدوا نتوعاو، وبالاخص البنات اللي باقيين ما تزوجوش، كنصحهم انهم يمشيو للطبيبه قبل ما يتزوج ويعرفوا النوع ديال البكاره ديالهم والنوع ديالها ما عنده حتى شي علاقه بهذه المشكله. البنات انا كنفضل البكاره ومع ذلك بقى المشكل، كيقول لك باللي الحل تشري واحد الموسعات، ولكن انا ما عنديش المشكل في العلاج، عندي المشكل في العمق والالم، ما عرفتش شنو هو السبب.
المهم عافاكم البنات اللي كتعاني من هذا المشكل تكلم عليه في التعليق. والحاجه اللي خلاتني نشارك معكم قصتي هي اولا قصه حبي مع راجلي انها فريده من نوعها، وبغيت نعطي امل للبنات انه كاين حب كاين احترام، والله سبحانه وتعالى النعم ديالو واسعه، والله ما يتخلاش علينا وغيجيب لينا رزقنا حتى لعندنا كيف ما كان الحل غادي يجيبو لينا. كنت كنقول عمرني نحب ونتحب، صدقت حبيت وتحبيت، بقى لي غير هذه المشكله البنات، وكنتمنى من صدر ربي يفتح عليا وعليكم. كندعي للبنات الكاملين اللي باقي ما تزوجوا الله يزوجهم، الله يشافيك اختي امينه. الا احتاجتيني في اي حاجه كتعلق بالتحليل الشخصيه انا موجوده، الله يسهل عليك، حتى انت انسانه طيبه وكتعجبيني وكنثق فيك. داكشي علاش اختاريت قناتك وبغيت البنات يتوعوا بهذا المشكل انه كاين وهذا الشيء اللي عندي. وشكرا حيت سمعتوا قصتي، والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين مريم، يا مريم مريم كيف ما سمعنا القصه ديالها كاملين، كتعاني من التشنج المهبلي اللي بطبيعه الحال كيعانيو منه بزاف ديال البنات. قبل ما ندخل في النصيحه ديال هاد الاخت هذه، فكنشكرها من هذا المنبر، كنقول لها شكرا جزيلا ليك ولكاع الناس اللي كيبغيوني وكيحبوني وكيبغيو يشاركوا معايا بالمشاكل ديالهم، جزاكم الله عني الف خير. والثقه ديالكم افتخر بها واضعها فوق راسي تاج واتباهى بها امام الجميع، فهذا شرف ليا كبير كبير كبير. الناس بحالكم يثقوا فيا ويثقوا في المحتوى اللي كنقدم له، لا يخطيكم عليا وبالخصوص النصائح ديالي، لان الاغلب ديال الناس كيتواصلوا معايا من اجل النصيحه، فانا انسانه بحالي بحالكم، ماشي شي وحده اللي يعني قارية بزاف وصل واحد المستوى عالي من القراية أو عندي دراية كاملة بجميع الميادين والمواضيع، ولكن الحمد لله أحمل من كل فن طرب. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا سيدي ربي، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل المشاكل ديال الناس اللي بطبيعة الحال كناخذوا منها العبارة وكنترباو كما كنقولوا وكنتقرصوا وكنجبدوا. ما علينا. بالنسبة أختي الكريمة حفصة، يا حفصة الاسم العزيز والغالي على قلبي. اول حاجه اختي حفصه بغيت نقول لك انك انتيا قلتي واحد الكلمات مهمين بزاف بزاف بزاف. قصه بينك وبين الزوج ديالك قصه زوينه بزاف، تبارك الله عليك، الله يخليه ليك، الله يوفق بيناتكم فيما يحبه الله ويرضاه. قلتي باللي الله سبحانه وتعالى الرحمه ديالو وسعت كل شيء، بطبيعه الحال الرحمه ديالو وسعت كل شيء، ولهذا كنقول لك لا تقنطي ولا تخافي، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق. فهضرتي على الامومه، قبل ما غادي نهضر على العلاج والمشكل اللي انت كتعاني منه فغادي نمشي لهذاك النقطه بالضبط. فالامومه ربما انت مازال ما مستعدش انك تكوني ام، ماشي حيت ما كتحسيش بالامومه وحيت انك ما باغاش الوليدات الصغار، لا بالعكس، الوليدات الصغار واحد النعمه كبيره كبيره كبيره. انا غادي نقول لك واحد النقطه مهمه، ربما الا حملتي ولدتي ما غيبقاش عندك ذاك المشكل، لانك انت كتقولي ان اللاوعي ديالك ما فيه حتى شي مشكل، انك ما عمرك تعرضتي للاغتصاب وان ما عندكش حتى شي مشكل، بالعكس كتكوني مرتاحه كتستعدي للعلاقه. اون فوا تم التواصل بينك وبين راجلك في الفراش كيكون مشكل في العلاقه وما كتكملش 100%، فبالتالي كتحسي براسك انتيا ما كتوصليش لذاك نقدروا نقولوا لذاك الشهوه ديالك باش انت تقدري تكملي المشوار ديالك ديال الحياه ديالك من هذه الناحيه هذه ديال المتعه الجنسيه مع الزوج ديالك، وهذا من حقك. فمشكلتك انت ما عندكش مشكل ديال الاغتصاب كما كتقولي، لان الاغتصاب بوحدو ماشي هو بوحدو اللي غادي يخلي المراه تخاف بهذه الطريقه، انت عندك مشكل ديال الخوف، انت كتهربي وكتقولي انا ما عندي حتى شي مشكل، الحمد لله تغلبت على الضعف اللي كان فيا والبكا اللي كنت كنبكي. شوفي نقول لك واحد القضيه، انت كيف ما مشيتي واحد النهار قلبتي على راسك وسولتي راسك وقلتي لي هضرتي مع راسك فلانه مالكي هكذا شكون انتيا علاش كتبكي اشنو مشكلتك، تما لقيتي الحل للمشكله ديالك، ما بقيتيش انسانه كتبكي وما بقيتيش عيشه دميعه اللي كانوا مسمينها عليك وكانوا كيتنمروا عليك، لانك بحثتي على المشكل ولقيتي المشكل منين جاي، انت بحثتي على راسك سولتي راسك هضرتي مع نفسك وعرفتي المشكل اللي كان عندك في العمق شنو هو، فبالتالي بحثتي عليه ولقيتي الحل لذاك المشكل والحمد لله ما بقاش فيك. مزيان تري تري بيان. هنا مربط الفرس، هنا غادي تقلبي على مريم فين كاينه، مالك علاش كتخافي من راجلك، انت كتحبيه وكيحبك، كانت بيناتكم علاقه زوينه، انت راجلك كتحماقي عليه كتسطيه عليه، علاش انت كديري هكا علاش كتزيري؟ لان شوفي نقول لك واحد القضيه، انت عندك مشكل نفسي
ماشي مشكل عضوي. الميبال ديال المراه هو واحد العضله اللي كنقدروا نتحكموا فيها، نقدروا نتشنجوا يعني نتزيروا. شوفي هكا مثلا غير الله يسر لا قدر الله وجا شي حد يغتصبك وتزيرتي ما ترخيتيش، اكيد ما غاديش يوصل لك، يعني سوى الا ربما شربك شي منوم ولا شي حاجه باش تي كتنعسي كترخي صافي، حيت كيكون داك العضله كتكون مرخيه، فبالتالي كيكون عمليه العلاج سهله. فانت فاش كتزيري على الميبال ديالك وكيدخل العضو ديال الراجل، فهنا كيوقع الوجع، وجع يعني عادي جدا، لان واحد العضو كيدخل وكيخرج بصعوبه، فهنا غادي يعطيك واحد يعني اشارات ديال الالم انك توجعي من داك الجهه، لانك انت مزيره راسك ما مرخوفاش. فانت كنتي مثلا ما عندكش مشكل نفسي، فكينفو يقرب لك الزوجه كترخاي وغادي تنسي الحياه وكل شيء، وغادي تعيشي الحياه ديالك وتعيشي داك اللحظه بحال اي ما. فانت عندك مشكل ديال الخوف، فهاد المشكل ديال الخوف راجع للطفوله ديالك، ولو ان داك الشيء حاولتي انك تعالجيه وما يبقاش، ولكن انت قمعتي راسك من البكا ما بقيتيش كتبكي، صافي داك الخوف عندك لداخل، لانك شوفي اينفو كيجي الراجل يقرب منك اوتوماتيكمو كيعطي اللاوعي ديالك كيعطي اشاره لباقي الاعضاء بان واحد الجسم غريب ربما غادي يأذيه داخل. فانت كتقولي انا ربما الخوف ديالي من الحمل هو اللي دار لي هذا البلوكاج، هنا السر. دابا انت ربما كتخافي تحملي، كتخافي تولدي، كتخافي من الحماله، كتخافي من الاولاد، كتخافي من المسؤوليه، فلهذا اون فوا كيجي قرب راجلك عندك كتفكري غير في ديك اللقطه هذيك ديال انك ربما تحملي ربما تولدي وانت اصلا ما مستعداش. فانا نقول لك حبيبتي صح حفصه، من الاحسن سيري حملي مع راجلك وولدي باش داك العضلات تزيد ترخى وتوسع شويه، وانت فاش تكوني مع راجلك في علاقه حاولي ما تفكريش شي حوايج سلبيين، كوني ايجابيه. انت تبارك الله عليك انسانه ايجابيه وانسانه ناجحه في حياتك، ولكن خصك تزيدي تقوي، خصك تدعمي راسك لراسك. فالرجال ولو انهم يسمحوا في حقهم، حيت يقدر راجلك يبغيك يسمح في حقه هذا النهار غدا بعده، ولكن واحد النهار غادي يبغي يهضر وغادي ينوض ويدي يتكلم، وكاين الراجل ما كيصبرش كيمشي للزنقه. فهذيك شوفي غريزه حيوانيه خلقها الله في كل الناس، يعني واحد الغريزه كاينه حتى في الحيوانات ماشي غير حنا البشر، ديك الغريزه كاينه في كل واحد. ربي سبحانه وتعالى خلق الزوجين المراه والذكر، الانثى والذكر، الرجل والمراه، يعني راجلك من حقه يعاشرك معاشرة زوجية كاملة، وانت من الواجب ديالك انك تلبي له الرغبات ديالو. عندك عذر، ولكن ماشي عذر اللي نقدروا نقولوا عليه شرعي، ما عندكش مرض مزمن، ما عندكش نزيف، ما عندكش، يعني انت سليمة، عندك المشكل في النفسية ديالك صافي. كاينه واحد البنت جوج بنات بعدا اللي عقل عليهم كاينين كثر، انت قلتي ربما اول مرة كيتطرح هذا المشكل، فالناس او الاغلبيه ديال الناس عندهم هذا الشيء فاش كنهضروا على هذه المواضيع كيحسب ليهم انت راكي بنت الزنقه ولا انت انسانه ما مزياناش، ولكن هذه المواضيع هادو راه كيوعيو العيالات، كاين شحال مره مسكينه كما قلتي راه صابره على هذا الشيء. فبالنسبه لهذه المواضيع طرحوا في القناه 3 و4 و5 ديال المرات، من بيناتهم الاخت زينب والاخت ايمان والاخت احلام، الاخت ديال الاخت احلام هادو كاملين تحطوا مشاكلهم في القناه. بالنسبه لزينب كانت كتعاني من هذا المشكل هذا التشنج العضلي 8 سنين وهي مع الراجل اللي كتبغي على حب، كانوا كيتسطاو على بعضياتهم وضحاو بزاف ديال الحوايج وتزوجوا بعضياتهم، والنهار اللي تزوجت به ما كانتش كتقدر لدرجه انه شك فيها انها ماشي بنت. كذلك ايمان في واحد الدوله كاينه اوروبيه حتى هي وقع لها نفس المشكل. ف الاخت احلام الاخت ديالها احلام كانت حطت قصه، واخت ديالها حطت قصه، فالاخت ديال احلام حتى هي نفس المشكل، فعطيت لها النمره ديال زينب وتواصلت مع زينب تحل لها المشكل الحمد لله بعد ما حطت القصه ديالها في القناه، وبقات مسكينه كتقلب وكتبحث حتى تحل لها المشكل، ودابا راها حامله الله يسهل على البنات كاملين. فإلا بغيتي الرقم ديال اختي انا نعطيك الرقم ديالها، تواصلي معايا ان شاء الله ونعطيك الرقم ديال زينب، ما غاديش تبخل عليك. فهادشي اللي نقدر نقول لك حبيبتي، انت عندك مشكل ديال الخوف لا اقل ولا اكثر، حاولي تهضري مع راسك، تناقشي مع راسك، عرفي راسك مالو، هضري مع مريم مالك مريم، شنو ياك لاباس هذاك راجلك حبيبك، علاش كديري معاه هكذا، خايفه من الاولاد، الاولاد واحد النعمه كبيره، ها انت ما باغاش تكوني ام، وميمطو ما خصكش تكون عندك التناقض، وميمطو كتقولي كنخاف نكون يعني نعقر بداك راه داك الموانع ديال الحمل راه
كيقيسوا الصحه، كيقيسوا فكي بزاف، كيديروا التوتر، كيديروا المرض الاعصاب، المرض الخايب، كيديروا العجب المتعجب. سوليني عليهم انايا. فمن الاحسن سيري اختي ديري لي مع راجلك وولدي وليداتك، راه واخا تسني شحال ما تسنيتي المراه وليداتها ثم وليداتها ثم وليداتها، لان المراه فاش كتولد صغيره حتى هذا حتى الوليدات كيطلعوا هكا معاها بحال خوتها. ف 25 عام تبارك الله، راه 25 عام انا تبارك الله والده ولادي وشبعه ولده كما كيقولوا، فكبروا تبارك الله راني تهنيت من التربيه وداك الشيء. فكتوصلي واحد السن اللي كتكوني كتشوفي فيه راسك انت باقا صغيره وليداتك كبارين تبارك الله، داك الساعه تعيشي حياتك معاهم حسن ما تعيشيها يعني هما يعيشوها وانت صافي تكوني شديتي الفراش ومرتب الاعصاب الى اخره. فهادشي اللي كاين حبيبتي حفصه، كنشكرك بزاف بزاف، كون كسرتي الحكايه ديالك في قناه سمع حكايتي، كنشكرك على ثقتك فيا. انا عارفاكم زعما كتبغيوني ننصحكم وداك الشيء، وسمحوا لي انا كنت كنطول عليكم. المهم الرقم التالي ديالنا هو 0637054949 اللي بغات توصل معايا تعاود لي المشاكل ديالها، اي حاجه كتخصها مرحبا بها. الى ان القاكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.